ونتابع أيضا هذه الصور الواردة قبل قليل، وبعد أن أفادت هيئة البث الإسرائيلية بتفعيل منظومة الدفاعات الجوية واعتراضات في سماء كريات شمونة بإصبع الجليل. إذن هذه الصور التي وردت قبل قليل بعد تفعيل منظومة الدفاعات الجوية واعتراضات في سماء كريات شمونة بإصبع الجليل. זה נפילות בגולן. إذن وكانت مراسلة العربي أفادت بسماع دوي انفجارات بعد تفعيل سفارات الإنذار في كريات شمونة ومحيطها، ونتابع معا هذه الصور من إصبع الجليل بعد أن أفادت أيضا هيئة البث الإسرائيلية بتفعيل منظومة الدفاعات الجوية، ونشاهد هذه الاعتراضات في سماء كريات شمونة بإصبع الجليل. ولمزيد من التفاصيل حول هذه التطورات تنضم إلينا مراسلة العربي كريستين ريناوي. أهلا بك كريستين، لو تطلعينا أكثر على تفاصيل ما يجري. فرح، خلال الدقائق الماضية دوت سفارات الإنذار في كريات شمونة وكفار بلوم وتل حاي ومحيط هذه المنطقة في إصبع الجليل. سمعنا دوي انفجارات ناجم عن اعتراضات شهدت في سماء منطقة إصبع الجليل، وأيضا جراء سقوط صاروخ. الآن القناة 12 الإسرائيلية تتحدث عن سقوط 15 قذيفة صاروخية واعتراض بعض هذه الصواريخ. إذن في هذه الأثناء يتم رصد إطلاق 15 صاروخا باتجاه مناطق إصبع الجليل وكريات شمونة تحديدا التي دوت فيها صفارات الإنذار هذا الصباح. هذه العمليات تأتي فرح غداة عملية الاغتيال التي نفذتها إسرائيل يوم أمس في غارة جوية على بلدة صور جنوب لبنان، واغتالت قائد وحدة عزيز في حزب الله القيادي أبو نعمة، والذي اعتبر بأنه ثاني أكبر قيادي تغتاله إسرائيل منذ بدء المواجهة الحالية. كانت الشهر الماضي اغتالت القيادي أبو طالب قائد وحدة النصر، وفي حينه كان هنالك ردا قويا من قبل حزب الله استمر على مدى 4 أيام وأطلق مئات الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه مختلف أنحاء الجليل وصولا إلى الجليل الأسفل وحتى بحيرة طبرية، صفد والمواقع اليومية التي تستهدف إن كان في الجليل أو في الجولان السوري المحتل. يوم أمس وفي أعقاب الإعلان عن هذا الاغتيال وصدور بيان النعي عن حزب الله، شهدنا وابلا من الصواريخ على دفعات باتجاه مناطق إصبع الجليل وأيضا الجولان السوري المحتل. رصد الجيش الإسرائيلي إطلاق ما لا يقل عن 100 صاروخ وقذيفة صاروخية، لكن التقديرات في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأن الرد لم ينتهي بعد وقد يستمر لعدة أيام، حالة من التأهب القصوى كانت شهدتها إسرائيل وما زالت في ظل ترقب رد حزب الله على اغتيال القيادي أبو نعمة.